Je suis en compagnie de Sir Ali et Sir Ahmed Bouakaz. Titre de l'aujourd'hui, « Al-Mu'arada tdi l'kef ». Qui est le Mu'arada qui nous parle? Nous nous parle de ceux qui ont dit que nous sommes Mu'arada, هادو اف اف اس ار سي دي راهم مكفرين تعرفوا هذوك البكري كي يعيطوا لهم باش يعطيوهم القرطه كيف كيف قام يديو في الكف عطاهم دي كوطا دركا وما قدروش يفريوها في لي كوطا يفو كونتي اون سيمين 10 جور باش يبانوا لي كوطا ماتنو كاين موضوع واحد اخر نقولوا المعارضه نضحكوا شويه بكري لا بلوبار نتاعكم بون سميكم بيان سور لي طابو بالعربي بون مارا السوق هذا كاع بلوس الاحزاب بكري كانوا يعيطوا لكم يحكيوا معاكم برك بو خفيف هكا في قهوه في كدا رون كونتر وكنتوا تبيعوا وتشريوا برك هبطوا لكم خشومكم بكل راكم تسنيو مبروك عليكم لي زوفيسي تريتون الضباط المتعاملين اللي افكتوه لكل واحد منكم مبروك عليكم الرخص والدل والطحين الى يوم الدين مخابرات تخدم خدمتها سي نورمال مي لقاتكم نتوما داند داند نحطوه في الكواره داند ما يديرش وشي حد مبروك عليكم رجعوا لكم قلت لكم الله يسام رجعت ومازال ساعه دي غير تشوفي برك بديتو تسنيو في الورق بون عادي باه الشعب يفهم بلي درك الماتش ماشي نبيع برك ما جاز نبيع عليه يعني راح نشوفون نوليو اللي ما يعرفش معناتها لا اس ام يروح يحوس باللي سي لا سيكوريتات مخلطه مع لا ستازي مخلطه مع الكي جي بي مخلطه مع لا سافاك نتاع ايران هادو بكل لموهم خرجوا منهم حاجه اسمها لا سيكوريتي ميليتار اون بليس دو سا لي كوتا والله ما تحشموا دخلوكم الانتخابات ورخصوكم نقول حاجه للشعب بون الشعب ما شافهاش بعينيه وانا تايق من المعلومات نتاعي بصح نصور لكم ليماج شتو لي زومبي في الفيلمات كيديروا هكا هكاك قاعده دير المعارضه مع النظام درك البكا هنا بالدموع الشكاره تجري ريح الريح يعني ادنى من هك ما كانش هذرك ادنى خلاص سياسيا ادنى من هك ما كانش بلو باك سا سا نيكزيست با فوالا سي ليتا فينال sur le plan politique national. On est à l'état final. Donc, bon, قال اللوم على من قال والله كي نشوف منا اللوم على الحكم كي نشوف منا اللوم على الطبقة المثقفة كي نشوف منا اللوم على العسكر كي نشوف منا اللوم على العالم كي نشوف سا ديبون الجهة اللي نشوفوا منها سكي سير حقيقة المسؤولية في خلال البلاد مسؤولية مشتركة قبول الاستعمار اللي حاكم فينا مسؤولية مشتركة برك بكل عندنا مسؤولية في الموضوع هذا عندنا صفيان بن خالد pourquoi ne pas mobiliser pour une grève générale de 15 jours où personne ne sort de sa maison monsieur صفيان بن خالد une grève générale c'est un acte citoyen de citoyen politiquement très émancipé. C'est pas l'état, c'est le peuple algérien. Mais il ne peut pas dire grève générale. Mais il ne sait pas dire ça. Mais il ne sait pas dire ça parce qu'elle sera cassée. Parce que les syndicats bio-in. Parce que l'Ummel, nous sommes bio-in. Les syndicats bio-in, zid l'haq l'islamien qui sont partout, impossible une grève générale. Une grève générale, c'est un acte citoyen. C'est un pays où il confie l'entreprise. Réellement, elle pèse quelque chose. Nous, on n'a pas d'entreprise qui pèse. Dire grève ou la matière. Personne n'influence réellement la politique sur le plan économique, puisqu'on n'a pas d'économie. C'est un pays sans économie. Donc, la grève générale, non. Donc, je reviens à un sujet. Akbar réseau social, قبل ما يخرج Facebook, قبل ما يخرج YouTube, Twitter, c'était les mosquées, les messages. Comme un réseau social. Donc, on ne fait pas la chose. D'abord, كافه ائمه المساجد تكونوا في علمكم كذابين صفصطائيين صفاسطيه بانديه ديزيسكرو فهمكم علاه المسجد هذا
هو اللي خلى الجزائريين ما يعرفوش يضربوا على حقهم. نمدوا مثال بسيط، تدخل يقول لك الرزق قدار، الفقر والغنى قدار، ورزقكم في السماء وما توعدون. فهمت انا ديال العقليه اللي كانت على عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابا بكر ماشي ديال العقليه. علموكم انه الفقر مكتوب تخرج فرحان به، بصح كون قال لك لا لا الفقر ماشي مكتوب، والسرقه ربي يعاقب عليها، والحاكم ما عندوش الحق يسرقك، والله يسرق لك المصالح نتاعك. هنا الانسان يخرج وهو عنده هذاك الحماس انه يدافع على نفسه وحقوقه. هاي مكتوب، واش حدير على المكتوب؟ كتب يعني ربي يكتب بالفقر على المسلمين برك، والميزيريا على المسلمين، والحقرة على المسلمين، والسبيطارات ما كانش كتبها على المسلمين، مكتوبنا ايه اخرتها موت. ما فهمتش انا، واحد كي يلحق للسبيطار وتحكمو اون انفيكسيون ويموت بها باسكو السبيطار موسخ، يقول لك الحق عمره، الحق عمره كيعود مات ماشي لما يقتل، لانه فرق بين الموت والقتل. دونك باش تفهموا بلي المساجد هادو اللي تبنيو فيهم اكسترا ربي سخط عليهم سير رسمي اوفيسيال، باسكو علاه ما كانش بلاد كاترين فيها المساجد وربي فتح لها رزقا من السماء. صافي دير نحن قوم لا يستغفرون، الآية ورا ربي وعدنا القوم اللي يستغفروا لا أنزلنا عليهم خيرات من السماء. ثم هذه المساجد بكل احنا ما نستغفروش، عبا هادو ماشي مساجد الإيمان، مساجد الكفر في الجزائر والطغيان، لأنهم يخدموا مع النظام. يعلموكم تحملوا الميزيرية اللي النظام خلقها ماشي ربي جابها. ربي مد كل الخيرات في الجزائر، جاء الحاكم سرق وجاء الإمام قال لك هذا مكتوبك ما عندكش الحق. شو معناتها؟ ربي يكتب لك الفقر تحوس تغنى انت، ثم انت خارج كونتر ربي. لا لا انت الكلب بن الكلب يا ابو الحيه الخامج يا اللي مديت روحك الدور خاطيك. ربي يقول لك ان المساجد لله، انتم رجعتوهم دي فوند كوميرس. ربي قال لك ورسول يقول لك قول مساجد اللغو نتاعكم، ثم رجعتهم مجموعات سياسية. دونك فهمونا الآية اللي تقول لكم ربك بظلام للعبيد، كيفاش نابليكيوها؟ قال لي العبيد، ما قالش المؤمنين ولا المسيحيين، العباد بكل. كيفاش نفهموها؟ القاوري جاء لقى سبيطار يمشي قد قد، هبط عليه ربي وزينات يخدموا دراهم، احنا هبط علينا الميزيريه.